بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل مع حضراتكم تكملة الكورس الأوتوكاد 2D. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على بعض الأوامر المهمة جدا في الدرومينيو، إزاي اتكلمنا على قيم الدرومينيو، إزاي أقدر أرسم فاميلي أوف لاين من بداية اللاين لحد المالتي لاين، واتكلمنا على كان في جزء في آخر أدفانس كده خاص إزاي إن أنا أقدر أعمل كود سيليكشن، كان ده مفيد جدا ولازم ايه نهتم بيه، ازاي اعمل كود سيليكشن سريع. النهارده ان شاء الله في البدايه كده هنبدا الاسئله اللي كنت سالتها، هبدا اجاوب عليها في بدايه الفيديو، كل فيديو باذن الله، وهبدا كمان بعد كده شرحات الحاجات المهمه. كنت سالت المره اللي فاتت لو انا عندي، احنا اتكلمنا لو انا عندي اي خط بالشكل ده، انا عرفت ان انا لو عندي بدايه النقطه دي انا مش عارف داتاها كام، فكنت بستخدم ايه طريقه الريلاتيف، ان انا استخدم شيفت ات وابدا ارسم النقطه الثانيه. طب انا لو عايز اعرف احداث النقطه دي انا رسمها كام في كام، النقطه دي عايز اعرف احداثيتها كام وكام، في امر عندي كويس اوي في اسمه اي دي انتر. اول ما بختاره اختار اي نقطه انا عايزها يبدا على طول يجيب لي الاحداث بتاعت الاكس في الاكس وفي الواي وفي الزي في الثلاث محاور، الاكس والواي والزي الثلاث محاور بتوعنا يجيب لي الاحداثيه بتوعه. دي كانت اول حاجه سالت فيها. تاني حاجه لو انا راسم اكتر من اي حاجه كده، اكتر من اي حاجه كده وعايز اتراجع عن حاجه، عايز اعمل ايه تراجع، يعني انا رسمت الدايره دي غلط كده وعايز ارجع عنها، الامر بتاعي اسمه ايه اندو، بستخدم امر اسمه اندو، يبقى راح في فوق هنا في السهم بتاعه كده اندو، او اكتب الاختصار بتاعه يو انتر، يبقى اندو او اكتب الاختصار بتاعه يو انتر. لو ضغطت على السهم ده كده هيجيب لي كل الحاجات اللي انا عملتها، ممكن لو ضغطت لحد كل اللي انا بحدده ده كل حاجه وبحدد اضغط عليها يبدا يشيلها لي، كل ما اضغط حاجه واحددها يشيلها لي، لو رجعت لحد اول حاجه يروح جاي يشيل لي كل اللي انا عملته. طب افرض لا انا عملت حاجه صح وعايز ارجع لها تاني، في حاجه اسمها ايه ريدو، ابدا اختار كل حاجه ممكن ارجع لحد اخر حاجه انا كنت اعملها، يبقى اندو تراجع ريدو يجيب لي اخر حاجه يرجع لي، يعني ده بيتراجع عن الامر ده ريدو يرجع يعمله مره تانيه. تمام كده، دي تاني حاجه. تالت حاجه قال لي انا مثلا برسم خطوط كده، رحت جاي راسم خط كده غلط، خط بالشكل ده كده، بعد كده رحت جاي ايه مسحه مثلا، مسحت الخط ده كده، وبعد كده فضلت اكمل الرسم بتاعي، اكمل رسم، واكتشفت ان انا الخط ده كنت عامله صح وعايز ارجعه تاني، وانا عملت بعدها اقول مثلا يجي 100 خط كده ولا حاجه، هفضل اقعد امسح ال 100 خط دول تاني عشان ارجع الخط وبعد كده ارسمهم تاني. قال لا، قال لي انا عندي امر مهم قوي اسمه اوبس، اوبس ده بيجيب لي اخر حاجه انا مسحتها، اول ما بضغط انتر من غير ويفضل سايب لي كل الحاجات اللي انا رسمتها بعده، يبقى بيجيب لي اخر حاجه انا عملتها ويكمل لي على اخر حاجه انا كنت راسمها، بعد كده يفضل راسمها لي زي ما هو. تمام كده، دول ثلاث حاجات مهمين كنا عايزين نتكلم فيهم قبل ما نبدا نتكلم بقى النهارده ان شاء الله. هنبدا اول حاجه بالريكتانجل، لان احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع الخطوط كلها ونسينا نتكلم ايه عن ازاي اقدر ارسم الريكتانجل، لان انا ممكن اقدر ارسم الريكتانجل ازاي، انا الريكتانجل ممكن ارسمه عباره عن مجموعه من الخطوط بس، ده هيبقى ايه الريكتانجل ده لاينز، لو وقفت على اي حاجه منهم كل حاجه تحدد لوحدها. اما هنتكلم النهارده على الريكتانجل باستخدام البولي لاين، ازاي ان انا اقدر ارسم ريكتانجل بولي لاين، لو وقفت عليها كده هيقول لي ايه بولي لاين، وطبعا عرفنا الفرق بين اللاين والبولي لاين. هنتكلم بقى النهارده ان شاء الله عن الريكتانجل، ازاي انا اقدر ارسم ريكتانجل على طول. قال لي ازاي طرق، ازاي ايه الطرق هي اللي انا اقدر استخدمها ان انا ارسم مستطيل، الطرق اللي اقدر استخدمها عشان ارسم مستطيل. قال لي عشان تقدر ترسم مستطيل عندك اكتر من طريقه، ايه هي؟ اول حاجه لو انا عارف احداثيه اي نقطه هنا، اي نقطه عارف احداثيه او مش عارف اي نقطه هنا، ورحت جاي مدخله احداث نقطه تانية كمان، مش انا كده معناه ان انا دخلت القيمه في الاكس ودخلت له القيمه في الواي؟ تمام كده، معنى ايه ان الكلمه انا دخلتها في الاكس وفي الواي، وانا هبقى جوه داخل امر مستطيل هروح جاي عامل لي كده، مدخل الاكس ومدخل الواي وراح جاي عامل لي ايه شكل المستطيل بتاعي. يبقى اول حاجه اقدر ارسم بيها المستطيل ايه هي؟ باستخدام طريقه ايه؟ باستخدام الاحداثيات بتاعتي. يبقى دي اول طريقه اقدر استخدمها. تاني طريقه يبقى عندنا ان شاء الله باستخدام الاريا، ازاي ان انا اي مستطيل عندي كده لو انا عارف المساحه بتاعته الاريا بتاعته، عارف اي طول منه اللينس مثلا او الويتس، خلي ده الويتس، يبقى هو على طول هيجيب لي ايه اللينس، هو على طول هيرجع يحسب اللينس، لان انت دخلت له الاريا ودخلت له ويتس يبقى على طول هيحسب لي ايه اللينس، لان انا عارف الاريا لينس في ويتس. تالت حاجه ممكن اقدر استخدمها اللي هي استخدام ايه الدايمنشن، على طريق ان انا ادخل له الطول في الاكس او الايه الواي الاحداثيات بتاعتنا. يبقى نبدا نتكلم واحده واحده. اول حاجه اختصار الريكتانجل ايه، اختصار الريكتانجل ار اي سي ريكتانجل انتر. اول حاجه بيقول لي ايه سبيسيفاي فيرست كورنر بوينت، يعني حدد لي اول نقطه في الكورنر، حددت له اول نقطه في اي مكان اهي. تاني حاجه بيقول لي سبيسيفاي اذر كورنر بوينت، اذر كورنر بوينت يعني في النقطه الثانيه هنا اقول له اهي وليكن هنا كده، راح جاي مدخل له المستطيل بتاعي، رسمت مستطيل. طب لازمتها ايه ده؟ هقول لك ايه تاني؟ لا دي تقول له مثلا ان انا عندي ايه؟ ادي مستطيل في الحته دي في النقطه دي كده. هيقول لي دخل لي الكورنر بوينت الثانيه، هقول له ايه؟ ان انا عارف طوله في الاكس وطوله في الواي، راح جاي قايل له شيفت ات لان انا طبعا موجود فين؟
موجود عندي نقطة ما اعرفش احط اسيت، هقول له شيفت ات مثلا هدخله الاكس 20 والواي هدخلها له 30، راح جاي عمل لي مستطيل بالشكل طبعا صغير عشان قدر ايه ندخله قيم صغيرة جدا، اللي دخلي في الاكس 20 في الواي ايه 30. طب اقول له ريكتانجل تاني، حددت له اول نقطة، لو ما قلتلوش شيفت ات قلت له 20 و30 هيعمل ايه؟ طبعا كلنا متوقعين، راح جاي هنا عند النقطة دي هيخش في الاكس 20 ويطلع في الواي 30، عمل نقطة تانية، راح جاي موصل نوصل النقطة الأولى بالنقطة التانية على طول. تمام كده، دي كانت أول طريقة عندنا، يعني أنا ممكن أقدر أرسم مستطيل أعرف أي نقطة، راح جاي له شيفت ات أدخل أبعاد المستطيل 50 و100، راح جاي راسم لي على طول المستطيل بتاعي 50 و100، دخلت له في الاكس 50 وفي الواي 100. ودي كانت اول طريقه عندنا اقدر ارسم بيها مستطيل. تاني طريقه هي اول ما اعمل ريكتانجل بيقول لي برضه حدد لي اول نقطه انت عايز ترسم فيه، حطيت له اول نقطه، بص بقى اداني اختيارات، بيقول لي انت عايز ترسم المستطيل ده بدرجه الاريا ولا الدايمنشن ولا الروتيشن. الروتيشن طبعا هنتكلم عنها دلوقتي. لو بقول له مثلا في بدايه ايه الاريا، يعني ايه الاريا؟ بيقول لك دخل لي المساحه بتاعه المستطيل، لو المساحه وليكن 10,000 مثلا، 10,000 دخلت له مساحه، بقول لي المساحه دي دخل لي اي بعد منهم، يعني انت عايز تعمل ايه؟ يحسب المساحه دي على اساس ايه؟ بيزد اون ايه؟ على اساس ايه؟ اللينس ولا الويتس؟ يعني انت دخل لي اللينس احسب انا الويتس ولا دخل لي الويتس واحسب انا اللينس؟ طبعا الديفولت الموجود عندي بين المثلثين دول اسمها اللينس، طبعا لو دخلت انتر على طول هيروح جاي يقول لك دخل لي قيمه اللينس. واتكلمنا طبعا عن الفرق بين العلامتين ده، طبعا اتكلمنا الفرق المره اللي فاتت بين ازاي بين العلامتين دول يكون في بينهم كتابه وبين العلامه دي ودي، قلنا دي طبعا عشان يقول لي حاجه ديفولت اختارها على طول، ده بقى راح جاي مخيرني بين حاجه هنا وحاجه هنا اختار انا منهم. تمام كده، هقول له مثلا مدخل لي على اساس اللينس، راح جاي مدخل له انتر، اقول له مثلا اللينس عندي وليكن 100 100، على طول عارف على طول ايه ان اللي هي 10,000، يبقى دخل لي 100 في 100 ورسم لي ايه المستطيل بتاعي. اقول له ريكتانجل تاني، اقول له ايه اختار لي اول نقطه، هيقول لي بيز دون ايه، هقول له دخل لي اريا، هقول لي الاريا بتاعتي عاجبك الرقم ده دكله انتر، مش عاجبك دخل لي، هقول له عاجبني دكله انتر. طب بعد كده اقول لي بيز دون ايه، هقول لك لو عاجبك اللينس اضغط انتر، اقول لا دخل لي الويتس المره دي، هقول له دخل لي الويتس وليكن 50، يبدا يدخل لي على طول الويتس بتاعي 50 واللينس، يبدا يدخل لي الطول الكبير اللينس وادي الويتس. تمام كده، دخل لي اللينس وادي ايه الويتس. دي تاني طريقه قدرنا نرسم بيها المستطيل. الطرق الثالثه اختار له اي نقطه هنا مثلا، بعد كده هقول له ايه دايمنشن. بص الدايمنشن بقى بعد كده بيقول لك ايه، طبعا الدايمنشن داخل لي ايه الطول والعرض، هقول له مثلا الطول بتاعه 100 العرض بتاعه كام 50. بص راح جاي يعمل ايه، مرضيش يثبت لحد دلوقتي. بص معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان هو بيخيرك انهي ربع انت عايز تحط فيه المستطيل، عايز في الربع ده ولا الربع ده ولا الربع الاول. ده بيتكلم معاك على اساس ايه؟ ده هنا كده بيتعامل معاك على انك ما تعرفش حاجه اسمها ريلاتيف. حاجه اسمها ايه الريلاتيف اللي احنا اتكلمنا عليها؟ يعني ايه؟ هتقول لي مثلا عندي مستطيل، رحت جاي مختار اي نقطه، رحت جاي قايل له شيفت ات، شيفت ات دخل لي بعد اقول له مثلا 50 و100، 50 وكام و100، رسموا لي كام في الربع الاول، اقول له ريكتانجل تاني، اقول له حدد لي اول نقطه ايه، واقول له شيفت ات، معنى كلامي ده ان انا فاهم على طول، هقول له مثلا سالب 50 و100، راح جاي رسمه لي في الربع التاني، اقول له ريكتانجل تاني، اقول له شيفت ات، ولازم اكتب شيفت ات ما انساش، الربع التالت سالب 50 وسالب 100، يبدا يرسم لي في الربع التالت، اقول له ريكتانجل تاني، اقول له النقطه دي، هيقول لي شيفت ات، هقول له 50 وسالب 100، يبدا يرسم لي في ايه في الربع الرابع. يبقى انا عندي نقطة انا كنت عارفها، هي النقطة دي الوحيدة اللي انا كنت عارف احداثياتها، او عرفنا ازاي هنجيب احداثي النقطة دي، او مش عارف احداثياتها هستخدم ايه شيفت ات الريلاتيف دي، وبدأت ارسم ده ربع اول ده ربع تاني ده ربع تالت ده ربع رابع، وعرفنا الديفولت بيمشي عكس عقارب الساعة طبعا ورسمت. طب ايه الفكره التانيه بقى بتاع الدايمنشن؟ احنا قلنا لسه الدايمنشن بتاعنا، الدايمنشن بقى بيتعامل معاك لانك ما تعرفش حاجه اسمها ايه الريلاتيف دي. فانا بقول له اول نقطه وليكن هنا اهي، ادي اول نقطه، بقول له ايه دايمنشن، دخل لي دايمنشن، بقول لك حدد لي اللينس بتاعي كام، هقول له اللينس بتاعك يا سيدي دخله لي، احنا قلنا 50 و100 100، والويتس خليه لي كام 50، يبدا يرسم. بص بدا ايه يحدد لك عايز انهي ربع، بقول لك انت في انهي ربع ايه التاني، هقول له ادي ريكتانجل، اختار له اي نقطه وليكن على نفس الاستقامه عشان نشوف الفرق، اهو ادي نقطه، هقول له دخلها لي على اساس ايه، على اساس الدايمنشن، دايمنشن هيقول لي اللينس كام بتاع الريكتانجل، اللينس هقول له اللينس بتاعك 50، هيقول لي طب الويتس كام، هقول له الويتس بتاعي كام 100، يبدا يرسم لي. بص مثبتنا اهو، بيقول لك انت عايز فين الربع، لو حطيت له الربع الاول كده هيروح جاي مختاره على طول. اعمل ريكتانجل تاني، ادي ايه ادي نقطه، واقول له دايمنشن، هيقول لي اللينس بتاعك كام، هقول له 50، الويتس بتاعك كام، هقول له 100، وابدا اختار الربع اللي انا عايزه.
ده بيتعامل معاك لانك ايه مش فاهم ايه الريلاتيف، تمام كده؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا برسم مستطيل ازاي عن طريق استخدام اول حاجه اكون عارف اي نقطه على الشاشه، وراح جاي مدخله على طول الاحتياطي بتاع النقطه الكورنر بتاع النقطه الثانيه. تاني حاجه ان انا اقدر استخدم ارسمه باستخدام الاريا. ثالث حاجه باستخدام الدايمنشن. طب ايه الروتيشن دي؟ الروتيشن دي ما احط اي نقطه هنا كده بيقول لي الروتيشن دي انت عايز ترسم مستطيل على زاويه كام، اقول له مثلا وليكن 45، اروح جاي راسم. طبعا برضو بيتعامل معاك لانك ما تعرفش انت انهي الربع، اروح جاي ايه مختار له مثلا الربع الاول، يروح جاي راسم لي مستطيل ب 45 درجه، عايز اي زاويه ثانيه هرسمها. بس خد بالك بقى اي قيمه بدخلها للاوتوكاد بيسيفها، اخر قيمه بدخلها بيسيفها. يعني ايه؟ يعني لما اجي ارسم اي مستطيل ثاني بص كده هلاقي ايه كله مايل مايل بزاويه 45. طب عشان انا عايز ارجع المستطيل ثاني واتفادى الحكايه دي ان انا اخليه افقي، اروح جاي راسم اي نقطه واقول له روتيشن، هقول له دخل لي الزاويه كام، اخليها بصفر عشان يرجع المستطيل لحالته الاصليه ثاني، وتبدا ايه تقدر ترسم مستطيل من اول وجديد، تمام كده؟ يبقى انا عرفنا دلوقتي، فهمنا دلوقتي. يبقى انا اخد بالي من حاجتين مهمين قوي، اخد بالي من حاجتين مهمين قوي، ادي مستطيل اهو وادي مستطيل اهو. لو كده لو انا هدخله بالاحداثيات يبقى بالنسبه له ده اسمه اكس وده اسمه واي، ده اللي بدخله الاول وده اللي بدخله التاني، اكس والواي. طب لو هدخله باللينس والويتس قال لك ده كده اسمه اللينس وده كده اسمه ايه الويتس، ده كده اللينس اللينس طب وده ده كده الويتس. تمام كده يبقى ده اللينس وده ايه وده الويتس، دي التور بتاعتنا المستطيل. طب في بقى شويه خصائص مهمه قوي كده في المستطيل، اول ما انت دخلت لي ضغطت لي كده او من غير ما تضغط لقيت في شويه خصائص مهمه كده انت ما تقدرش تتكلم عليهم، هنتكلم عليهم واحده واحده. اولا التشامفر والفيد مش هتكلم عليهم دلوقتي لان انا هتكلم عليهم في قائمه موديفاي خاصه كامله، هيبقى ليها محاضره كامله خاصه بقى ان شاء الله. التشامفر والفيد هنتكلم عنهم الاثنين بالتفصيل باذن الله تعالى. طب نبدا نفهم حاجه اسمها اليفيجن، حاجه اسمها فيلت، حاجه اسمها سيكن. احنا قلنا فيها في حاجه اسمها سيكنس وحاجه اسمها ويتس والاليفيجن. نبدا نتكلم اول حاجه عن الاليفيجن. ايه الاليفيجن ده؟ لو انا رسمت اي مستطيل عادي كده ده كده من غير اليفيجن، ورجعت عملت ريكتانجل تاني ورحت جاي له ايه اليفيجن، ورحت جاي مدخل له مثلا اليفيجن وليكن 100، ورسمت نفس المستطيل تاني اهو بس ما فيش اي فرق خالص، ايه بقى اللي انا عملته؟ ايه بقى لازمه الاليفيجن؟ طبعا لازمه الاليفيجن ده هيبان بقى في 3 دي. لو بصينا كده على الشكل بتاعي طبعا انا مدخل له قيمه اليفيجن صغيره جدا، نبدا مثلا نخليها قيمه كبيره قوي لان احنا على زوم بعيد، هقول له اليفيجن خليه لي وليكن 1000، رحت جاي اعمل كده وراح جاي راجع تاني لل 3 دي. بص اول ما بفتح ال 3 دي كده ايه الفرق بقى دلوقتي؟ بص ده كده على الارض خالص من غير اليفيجن، ده كده الاليفيجن بتاعنا اللي هو الارتفاع ده، عمل لي الريفيجن يعني ايه؟ يعني ارتفاع. طبعا الارتفاع ده ما بيبانش غير ايه؟ في السري في 3 دي، لان ده كده على الارض الارض خالص وده على ارتفاع، على ارتفاع اللي هو ايه 1000 اللي انا ايه مدخله. فهمنا ايه الفرق بالاليفيجن؟ طبعا انا ما كنت بس باصص بلام من فوق هنا كده كنت شايف الاثنين فوق بعض عشان كده ما كنتش حاسس بقيمه الاليفيجن، اما لما بدات اعمل اليفيجن بدا يظهر معايا. حاجه كمان احنا اتفقنا عليها، قلت اخر قيمه بدخلها للكاد على طول بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيسيفها من غير ما اتكلم انا على طول بيروح جاي بيسيفها. عشان كده لو رجعت رحت جاي عملت اي ريكتانجل تاني هلاقي على طول له اليفيجن. بص لو جيت اعمل اي ريكتانجل تاني اهو جيت افتح هلاقي على طول له اليفيجن ارتفاع عليهم. يبقى عشان اتفادى الحكايه دي بعمل ايه؟ ما ارسم اروح جاي داخل ريكتانجل واقول له اليفيجن واروح جاي اعمل ايه؟ مصفر الاليفيجن بتاعي. طب خلصنا من ايه؟ من حكايه ايه الاليفيجن دي. ايه اللي بعدها؟ هقول له اللي بعدها كبر عشان خاطر الطول بتاعنا، هقول له ادي الايفيج ادي الريكتانجل. في حاجه اسمها سيكنس، يعني ايه سيكنس؟ ايه الفرق بين السيكنس والويتس؟ بص كده لو اخترنا ويتس وقلت له مثلا حط له ويتس 10، بص ما جرس المستطيل ايه اللي هيحصل؟ راح جرس من المستطيل وله ويتس سماكه سمك 10. اجي ارسم اي مستطيل تاني برضو ما جرس، بص هلاقي اخر قيمه انا مدخلها هيفضل محتفظ بيها. طب عشان الغي السيكنس ده عشان الغي الويتس ده اروح داخل على الويتس اقول له صفر، راح جاي اجي ارسم اي مستطيل تاني هيترسم عادي. طب ما قلتليش برضو ايه الفرق بين الويتس والسيكنس؟ انا لو عملت مستطيل اهو ورجعت تاني رحت جاي اعمل ريكتانجل تاني رحت جاي اعمل له سيكنس وقلت له سيكنس وليكن 50، وجيت رحت جاي ارسم ريكتانجل برضو ما فيش اي فرق خالص. طب ايه الفرق؟ هقول لك الفرق في السيكنس هيبان في ال 3 دي، تمام كده؟ ادي ادي ده مستطيل عادي خالص وده مستطيل وايه وله سيكنس، كاني حولته بالظبط للمكعب عشان تبان اكتر. اقول له في فيو هيبدا ايه يبان اكتر.
يبقى انا عملته كأن حولته ايه لمكعب. اديته سيكنس اديله ايه، اديت له بعد تالت، بمعنى صح ان انا اديته بعد تالت، اما ويتس اديت له ايه سمك. طبعا احنا شايفين الفرق اهو، ده كده على الارض اهو، ده كده ايه خد ارتفاع في البعد ايه التالت. يبقى احنا قدرنا كده نفهم والحمد لله ايه الفرق بين ايه الويتس والسيكنس والاليفيجن، الويتس والسيكنس والاليفيجن. يبقى انا لو عندي اي حاجه كده اقدر اتفاهم معاه. يبقى ايه الفرق تاني؟ يبقى انا عندي الريكتانجل اهو، ادي المستطيل بتاعي، لو اديت له بعد تالت كده كده يبقى انا مديله ايه سيكنس. لو عملت كده مستطيل كمان كده، ورحت جاي اعمل ايه، لو رحت جاي مظلل كده الشكل بتاع ده كده، رحت جاي مظلل الشكل ده كده الحته دي كده، يبقى انا بعمل في الحته دي اسمها ايه الحته دي كده، يبقى انا بعمل مستطيل ايه بعمل له ويتس، بعمل مستطيل ايه بعمل له ويتس. طب ايه الاليفيجن؟ طبعا الاليفيجن احنا فهمنا لو ده مثلا الارض بتاعي يبقى ده الارتفاع، يبقى ده اسمه ايه اليفيجن. ايه السيكنس اللي هو ايه البعد في الثري دي، ده كده السيكنس، وده الاليفيجن، وده الويتس. تمام كده، يبقى كده قدرنا نفهم المستطيل. طبعا هنقدر نتكلم على الفيلت والتشامفر باذن الله في التفصيل في قائمه ايه موديفايز، ازاي انا اقدر اعمل تشامفر وفيلت باذن الله تعالى. هو مش فارقه يعني ان الفيلت هخلي بالظبط الفكره بتاعت الفيلت والتشامفر، ان انا الفيلت هيبقى المستطيل بتاعي كده، بس هاجي عند الحواف بتاعته واخليها ايه كيرفات، هاجي عند الحافه دي اخليها كيرف، هاجي عند الحافه دي واروح جاي اعمل ايه كيرف بدل ما هي حافه حاده كده. طب التشامفر هاجي كده المستطيل، وادي مستطيل، واروح جاي اعملها ايه تشامفر كده بالشكل ده. باذن الله هنتكلم على ده بالتفصيل في قائمه موديفاي باذن الله تعالى. يبقى انا كده الحمد لله لحد الان اتكلمنا، خلصنا الفريم الاوفلاين كلها، واتكلمنا على الريكتانجل ازاي اقدر طرق رسم الريكتانجل بتفصيل باستخدام الدايمنشن والاريا وباستخدام الاحداثيات، واتكلمنا دلوقتي عن ايه عن الخواص بتاع الخاصه بالمستطيل زي زي السيكنس والويتس والاليفيجن، وقدرنا نفهم الفرق بينهم. ان شاء الله الفلت وايه والتشامفر هنتكلم عنهم في قائمه موديفاي بالتفصيل. طب ايه بقى دلوقتي اللي عليه الدور؟ هنتكلم بقى دلوقتي على حاجه مهمه قوي في فاميلي اوف كيرفز. انا حابب اسمها فاميلي اوف كيرفز ايه، هنتكلم عن الارك، هتكلم عن السيركل، هتكلم عن الاليبس. هاخدهم واحده واحده، السيركل والارك، وبعد كده ايه الاليبس. لو بصيت على السيركل كده عندي كام طريقه لرسم السيركل؟ قد انا عندي 6 طرق ارسم بس السيركل، 6 طرق لرسم بقى داير. الديفولت بتاعي ان انا عندي السيركل اختصارها سي انتر. بقول لك اول حاجه حدد لي السنتر اوف بوينت، حددت له السنتر. تاني حاجه بقول لك ايه، حدد لي الراديوس او الدايمتر. طبعا انا كده لو دخلت له اي قيمه يبقى انا بدخل قيمه ايه لايه للراديوس، يبقى 100 كده، يبقى انا دخلت له ايه قيمه اوف راديوس. طب لو عملت سيركل تاني هقول له ايه، اقول له ادي السنتر اهو، هقول له بعد كده يدخل لي، لو انا عايز ادخل الدايمتر هقول له ايه دي انتر، او اختار دايمتر هقول له دي انتر، هقول له الدايمتر بتاعي كام، هقول له مثلا 200، ارسم لي نفس السيركل. يبقى ايه الفرق بين الريديوس والسيركل؟ الدايمتر عارفين الدايمتر ايه ضعف الريديوس. طب بتقول لي ليه؟ طب ايه اللي خيرني؟ طب ما انا عارف ان انا الدايمتر ضعف الريديوس، ما انا ممكن اقول ده 200 يبقى اقسم على 100 واجيب نص القطعه على طول وارسم. اقول لك لا، في بعض الاوقات بيروح جاي مديك قيمه الدايمتر مثلا 100 وعلامه 1 2 5 6، فانت لما تيجي تقسم هتبدا تديك رقم قريب جدا، فهتلاقي ايه؟ هتلاقي كسور على كسور، هتلاقي ايه الدقه بدات تضيع منك. عشان كده ايه هو جايب لك حاجه اسمها دايمتر وحاجه اسمها ريديوس، زي ما اتكلمنا برده في البولي لاين، زي ما اتكلمنا على الويتس والهاف ويتس، اتكلمنا عنهم الاثنين الويتس والهاف ويتس. طب دي اول طريقتين اهو، ادي اول طريقتين اتكلمنا عنهم، ادي السيركل او السيركل هقول له سنتر وريديوس وسنتر ودايمتر، اسهل من بعض سنتر وريديوس سنتر ودايمتر. طب بعد كده في حاجه اسمها ايه تو بوينتس. يعني ايه تو بوينتس؟ عندي اي خط بالشكل ده كده، اي خطين مثلا كده، خط كمان اهو، قلت لك ارسم لي دايره بين النقطتين دول، هقول لك ايه؟ هتقول لي سي انتر. طالما نقطتين هتقول لي تو بوينتس، فين اول نقطه؟ دي اول نقطه، فين تاني نقطه؟ ادي تاني نقطه. سهله جدا. وطبعا المسافه من هنا لهنا طبعا دي ايه، المسافه من هنا لهنا طبعا ايه، دي ايه الديامتر بتاع الدايره. تمام كده، تمام. يبقى كده رسمنا ايه الدايره باستخدام ايه، باستخدام تو بوينتس. طب ايه الطريقه الثالثه؟ قال لي استخدام دايره باستخدام 3 بوينتس. لو انا عندي اي حاجه بالشكل ده كده مثلا، حاجه بالشكل ده، قلت لك ارسم لي سيركل تمر بال 3 بوينتس دول، هتقول لي 3 بوينتس، اقول لها ده نقطه، ادي الثانيه، ادي الثالثه. لو حاجه اشيك شويه كده عشان تبقى ظاهره، اقول له ادي سي انتر، اقول له 3 بوينتس،
ادي نقطة، ادي التانية، ادي التالتة. بدأ يرسم لي ايه؟ سيركل باستخدام ايه؟ 3 بوينتس. هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك لو انا عندي مثلث بالشكل ده كده، قلت لك ايه؟ ارسم لي له سيركل بتمر بنقط المثلث. هتقول لي 3 بوينتس طبعا. ادي السيركل بتاعتي، ادي نقطة، ادي التانية، ادي تالت نقطة. رسمت ايه نقطة؟ طب انا دلوقتي رسم لي دايرة فين؟ رسم لي الدايرة خارج المثلث. طب لا، انا عايزك ترسم لي دايرة جوه المثلث. في الحالة دي ايه؟ في حالة، في حاجة، بص الاخر، حاجة اسمها ايه؟ ارسم سيركل. في حاجة اسمها، احنا اتكلمنا عن 2 بوينتس 3 بوينتس، في حاجة اسمها ايه؟ تان تان ريديوس وتان تان تان. ايه تان دي؟ تان دي اختصار لحاجة اسمها تانجنت. يعني ايه تانجنت؟ يعني مماس. تانجنت يعني مماس، هو اختصارها كتبها ايه؟ تان. فانا دلوقتي لو انا عايز ارسم دايرة داخل المثلث ده، عايز ارسم دايرة داخل المثلث ده، يبقى انا هكتب له ايه؟ يبقى الدايرة هنا في الناحية دي. لو انا عايز ارسم دايرة هنا، ادي دايرة كده بالشكل ده كده، عايز ارسم دايرة، يبقى النقطة بتاعت الدايرة الأولانية دي شكلها ايه؟ توصيفها ايه؟ هتقول لي نقطة ممثية للدايرة، يبقى ادي أول تان. وادي النقطة التانية دي هتقول لي ايه؟ هتقول لي ممثية للدايرة، يبقى دي تاني تان للدايرة. طب النقطة دي هتقول لي برضه ممثية للدايرة، يبقى دي تالت تان للدايرة. فأنا دلوقتي ما أحب أجي أرسم دايرة، يبقى أنا هرسم دايرة باستخدام ايه؟ تلاتة تان. يعني ايه تلاتة تانجنت؟ يبقى أقول له درو، هتقول لي ايه سيركل، هتقول لي ايه؟ تان تان تان، يعني تلاتة تلاتة ايه؟ ممثية، ادي تان وادي تان وادي تان. يبدا ايه؟ يرسم لك السيركل بتاعتي. طب هتقول لا، انا عايزك ترسم لي الدايره دي باستخدام الكوماند بار. مش ده اللي بيستخدم الكوماند بار؟ هقول لك هسترسمها لك. ادي سي انتر، عندي ايه؟ 3 بوينتس 2 بوينتس تان 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 ريديوس، ما عنديش تان تان تانجنت. يبقى انا في الحاله دي لازم اتصرف. دور كام نقطه عندي؟ ادي 1 2 3 نقط. يبقى اقول له ايه؟ 3 بوينتس. ابدا اوصف له بقى النقط دي. هتقول لي اول نقطه عباره عن ايه؟ لو اخترت النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، هيبدا يرسم لي دايره حوالين المثلث. اقول له لا، اول نقطه عندي تان ممسيه. هيقول لي ممسيته ايه؟ هقول له النقطه دي. تاني نقطه برضه ايه؟ هقول له ايه؟ ممسيه. هيقول لي ممسيه ليه؟ اقول له النقطه دي. تالت نقطه هيقول لي ايه؟ اقول له ممسيه. هيقول لي ممسيه لان نقطه، اقول له النقطه دي. يبدا يرسم لي الدايره. طبعا الطريقه دي رخمه، انا بحب ارسم على طول من الدرو ما دام استخدم الكوماند بار، طالما هو مسهل لي الدنيا بتاعتي. دي كده عرفنا تان تان ايه؟ تانجنت. طب بعد كده ايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ تان تان ريدياس. تان تان ريدياس، لو انا عندي ايه؟ حاجه بالشكل ده كده، حاجه بالشكل ده، رحت جاي لك ايه؟ ارسم لي دايره في النقطه دي كده، في الحته دي كده، او خلي الحته دي بالظبط كده، عايزك تخليها لي كيرف كده بالشكل اللي قدامي ده كده. كده طبعا هتقول لي، هتقول لي اروح جاي راسم دايره بالشكل ده، وراح جاي قاطع دي وقاطع دي، وبعد كده اروح جاي ماسح ايه؟ الحته الزياده دي اللي عندي دي، ويبدا يعمل لي الشكل بتاعي. هقول لك تمام، هقول لك بس دي طريقه ممله، وهنعرف طريقه احسن منها قدام ان شاء الله، واحنا بنتكلم على الفيلت باذن الله. يبقى اقول له ايه؟ سيركل. اقول له ايه؟ سيركل. اقول له تان تان ريديوس، تان تان ريديوس. هقول له ادي التان الاولاني الممس الاولاني، وادي الممس الثاني. هقول لك دخل لي نص القطر، اقول له مثلا خليه لي 20. فين السيركل؟ ادي السيركل صغيره هي دي جدا واترسمت. طبعا بقطع بيه امر اسمه تريم، وهنتكلم عنه في التفصيل. اقول له تي ار 2 انتر، وهنتكلم عنه بالتفصيل 2 انتر، وابدا اقطع. ادي رسم لي الشكل ايه بتاعي. تمام كده، دي كده ايه؟ تان تان اوريديوس. طب ايه تاني ممكن استخدمه؟ لو انا عندي مثلا سيركل كده، ادي 20، وكمان سيركل كده عندي كمان واحدة 30. قلت لك ايه؟ اعمل لي ايه؟ دايرة ممثلة للدايرتين دول. هتقول لي ايه؟ ادي سيركل. هتقول لي عبارة عن ايه دلوقتي؟ دايرة ايه؟ ممثلة. يبقى ايه؟ تان تان اوريديوس. هقول له ايه؟ تان وتان اوريديوس. هتقول لي ممثلة، هقول لك للدايرة دي والتانية ممثلة للدايرة دي. نص قطر كام؟ وليكن مثلا 15. طبعا نص قطر صغير جدا ومش هقدر اجيبها، فهقدر ايه؟ لازم اضطر ازود نص القطر، لان ده 30 وفي مسافة بينهم كمان. اقول له تان تان ريديوس، اقول له تان الاولاني، تان للتاني، خليها لي 50. يبدأ ايه؟ يرسم لي دايرة ممسية. تمام كده، يبدأ يرسم دايرة ممسية كده. قدرنا نرسم دايرة ممسية، ده يتم مسين. ايه تاني اللي اقدر استخدمه بيها في السيركل كده؟ احنا نعتبر قلنا كل حاجه في السيركل الحمد لله كده، كل الطرق. لو بصينا تاني على الطرق تاني، على السيركل اتكلمنا على سيركل وريديوس، عرفنا ازاي، وسيركل ودايمتر والتو بوينتس والثري بوينتس وتان وتان وريديوس وتان وتان وتانجنت. تالت تانجنت اتكلمنا عنها، وتان وتان وريديوس اتكلمنا عنهم بالتفصيل والحمد لله كده. اول حاجه في السيركل خلصت الحمد لله، ما فيهاش اي حاجه خالص السيركل. طب ايه تاني؟ لا، تاني حاجه اتكلم عنها الارك بقى. قال لي الارك، الارك احنا عارفين الارك عباره عن ايه؟ جزء من دايره. لو انا عندي دايره بالشكل ده كده، ايه الارك؟ قال لي الارك جزء من دايره، ممكن يكون بالشكل ده، الشكل ده، ممكن اخليه تلات ارباع، ممكن اخليه نص،
اللي انا عايزه. المهم مش دايره كامله، يبقى ايه الارك حاله خاصه من ايه السيركل، السيركل حاجه كامله اما الارك جزء ايه من سيركل. نبدا نبص على الطرق اللي انا اقدر ارسم بيها الارك، اقول له درو ارك. بص كام طريقه، 11 طريقه، 11 طريقه. احنا دلوقتي هنخصصهم لكام طريقه، لخمسه بس، لان بص كده لو بصيت هتلاقي حاجات بتتكرر، بس هنبدا هنفهم دلوقتي واحده واحده ازاي خمس طرق. اختصار الارك ايه؟ هقول له ايه، ايه انتر، هيقول لي اول حاجه حدد لي ستارت بوينت، بعد كده يقول لي سكند بوينت، هقول ايه ثيرد بوينت. يبقى انا قدرت ارسم ارك بايه، بكام نقطه، ادي نقطه 2 3 نقط قدرت ارسم ارك الارك بتاعي. يبقى نبدا نفهم الارك. يبقى انا عندي حاجه، اولا حاجه اسمها ريدياس، هو بدا يحسبه لوحده الريدياس. تاني حاجه عندي اسمها ايه، ار، نص القطر بتاعي إيه؟ اللي هو الايه الارك، اللي هو كانه بالظبط كانها دايره وقطعتها اللي هي نص قطر الدايره. يبقى اول حاجه السي اللي هو السنتر، تاني حاجه اسمها ايه الراديوس، تالت حاجه عندي مهمه اسمها ايه ال كورد اللي هو ايه طول المنحنى، طول الارك ال كورد. تمام كده، يبقى انا عندي حاجات مهمه قوي في الارك، ايه هي؟ السنتر بتاعه، الراديوس بتاعه، دي هنسميها مثلا وليكن الستارت، دي سكند بوينت، هنسمي دي ثيرد بوينت. يبقى انا عارف حاجات معينه كده ايه في الارك لازم ابقى فاهمها، ده اسمه طول المنحنى، ده اسمه الراديوس بتاع المنحنى، ده اسمه السنتر، ودي النقط بتاع المنحنى اللي انا ممكن اقدر ارسم بيها منحنى. يبقى اول طريقه عندي اللي هي طريقه الديفولت، اللي هي باستخدام كم نقطه، اللي هي باستخدام ايه 3 بوينتس، ان انا اقدر ارسم منحنى باستخدام 3 بوينتس. ازاي؟ اقول له طبعا غلطت، اقول له يو انتر اندو، واقول له ايه ادي الارك بتاعي الديفولت بتاع اللي هو 3 بوينتس، ادي اول نقطه، تاني نقطه، تالت نقطه، قدرت ارسم ايه، قدرت ارسم ارك عندي. تمام جدا جدا تمام. طب هتقول لي بيقدر يحسب المركز بتاع الارك ازاي؟ هقول لك بيروح جاي مكمل دي كانها دايره كامله، بيكملها كانها دايره، وراح جاي حاسب ايه المركز بتاع الدايره، ويبدا يرسم ايه الارك بتاعه. تمام كده تمام. طب الطريقه، طب احنا كنا اتفقنا قبل كده ان الاوتوكاد الديفولت بتاع الاوتوكاد ازاي، ان انا لو عندي اي سهم خطين كده الديفولت بتاع الاوتوكاد بيمشي ازاي؟ احنا قلنا بيمشي ايه عكس عقارب الساعه. فخد بالك وانا برسم الارك في اتجاه عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه، مبدئيا في الطريقه الاولانيه اللي هي 3 بوينتس اللي هي الديفولت بتاعتي مش هتفرق معايا في اتجاه عقارب الساعه ولا ايه عكس عقارب الساعه، لان انا بعمل ايه، لان انا بختار ثلاث نقط وببدا امشي عليهم، ثلاث نقط وببدا ايه امشي عليهم، فهو مش هيهمه اذا كنت انا همشي عكس عقارب الساعه ولا في اتجاه عقارب الساعه. فاما اقول له ارك تاني هيقول لي فين اول نقطه، اقول له دي اول نقطه، تاني نقطه، ثالث نقطه، نفس الحاجه اهو. لو قلت له ابي مثلا خدت نسخه منه تاني، كوبي كوبي، رحت واخد نسخه من دول كده من هنا ومشيت بقى في اتجاه عكس عقارب الساعه، ادي ارك اهو، ادي ارك. احنا كده بنمشي عكس عقارب الساعه. طب انا لو مشيت في اتجاه عقارب الساعه ولا هتفرق اي حاجه معايا؟ طب هتفرق امتى؟ هتفرق بقى وانا بستخدم المركز. يبقى اول طريقه دي طريقه عاميه خالص باستخدام ايه ال 3 بوينتس. طب هتقول لي بقى هتفرق امتى؟ هقول لك بقى بدات تفرق هنا بقى تبدا تفرق هنا معايا. ركز بقى معايا كده، هقول له ارك، بص كده بيقول لي حدد لي سبيسيفاي ايه فيرست بوينت، وبين قوسين كده بيخيرك بيقول لك ايه السنتر، بقول لك ايه دخل لي السنتر بقى بتاعي، دخل لي ايه السنتر. يا اما تستخدم ثلاث نقط اللي انا ممكن اللي احنا اتكلمنا عليها، يا اما اقول له إيه؟ لا خد بقى استخدام السنتر. هقول لي فين السنتر، هقول له السنتر بتاعك وليكن انا عارفه هو هنا في الحته دي كده. بعد كده بيقول لي حدد لي اول نقطه في الارك. بص بقى معايا، بص الفرق، انا دلوقتي همشي على الديفولت بتاع اللي هو ايه عكس عقارب الساعه، ادي اول نقطه وادي ثاني نقطه وليكن هنا، وادي ثاني نقطه، لان طبعا المركز هنا، لان يبقى الار هنا نفس الار هنا، يبقى انا كنت مزود الجزء ده. تي ار انتر انتر وابدا امسحه. تمام كده تمام. لو بصينا ده الار، لان ده لان احنا اتفقنا في الارك عباره عن ايه نص القطر بتاعه اللي هو ده، ده كده الار طبعا هيبقى ثابت، ار هنا وهنا الناحيه الثانيه ار، وده كده ال كورد بتاعنا. تمام، يبقى دي اول طريقه انا استخدمت ايه، قلت له ايه في اتجاه ايه، قلت له انا ايه دلوقتي، قلت له في اتجاه عكس عقارب الساعه. طب بص بقى كده لو انا قلت له بقى في اتجاه عقارب الساعه بقى، هقول له ارك، الارك الرمز بتاعه هنا اهو، الشكل بتاعه ارك، هيقول لي حدد لو النقطه ولا خليها لك سنتر، فين السنتر بتاعي، هقول له السنتر بتاعك اهو، هيقول لي حدد لي فيرست بوينت. بص بقى لو مشيت من هنا ادي فيرست بوينت ومشيت مع عقارب الساعه، ايه اللي حصل؟ احنا اتفقنا ان الديفولت بتاعه ايه،
ان هو بيمشي عكس عقارب الساعه، يبقى ده نقطه الزيرو. كل ما بمشي واطلع كده يبدا يرسم ارك، يبدا يرسم ارك، يبدا يرسم ارك، يبدا يرسم لحد ما ارجع للنقطه دي تاني، رسم لي ارك، رسم لي سيركل تاني. طب احنا قلنا الديفولت عكس عقارب الساعه، طب انا فضلت افرض ان انا بقى خدت النقطه دي ومشيت عكس مشيت في اتجاه عقارب الساعه بقى، عمل ايه؟ يروح جاي راسم لك الارك الدايره كلها كامله على بعضها، يرسمها لك كلها على بعض، لان هو بيمشي عكس عقارب الساعه، يبدا يرسمها لك كلها، وتيجي من النقطه دي تبدا انت تمشي مع عقارب الساعه، يبدا يمسح لك الحتت الزياده اللي انت ايه؟ اللي انت هتمشيها. يبقى لازم نفهم قوي الفرق بين اتجاه عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه. يبقى هنا تاني اهو كده في اتجاه ايه؟ انا واقف هنا كده اهو، مشيت في اتجاه عقارب الساعه، يبدا يرسم السيركل كامله ويبدا يطرح منها يخليها لي ايه؟ ارك. عايز اوصلها لحد هنا كده؟ تمام. تمام كده، يبقى اتفاهم في اتجاه عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه. يبقى انا لو عايز ارسم كيرف فوق كده اروح جاي ماشي عكس عقارب الساعه، عايز ارسمه لتحت كده بمشي في اتجاه ايه؟ عقارب الساعه. يا رب تكون الحته دي جزئيه اتفهمت. ايه تاني في الارك؟ هقول له ارك، احنا اتكلمنا على 3 بوينتس خلاص، ستارت واند وسنتر. ستارت واند، شوف الفرق، مفيش اي حاجه، ستارت وسنتر واند. اقول له ارسم لي ايه؟ ارك باستخدام ستارت وسنتر واند. ايه الفرق هنا؟ اهو خلي مثلا ده كام، قال لي يا سيدي وليكن 100. ادي 100، ادي 100. اقول له ارسم لي ايه؟ اقول له ارسم لي درو ارك. اقول له ايه؟ ستارت وسنتر ويند. يبقى افهم، بص الترتيب بتاعي، ستارت وسنتر ويند. اعرف فين الستارت، اقول له الستارت اهو، فين السنتر، اقول له السنتر اهو، فين الاند، ادي الاند بتاعي. مفيهاش اي حاجه خالص. طب انا لو عكست بقى، اقول له تاني درو ارك ستارت وسنتر ويند، لو اخدت الستارت هنا وقلت له السنتر هنا، قلت له الاند هنا، هيبدا يرسموا لي ايه؟ تحته زي ما اتفقنا. ليه؟ وعرفنا ليه، لانه بيمشي عكس ايه؟ عقارب الساعه. تاني حاجه لو بصينا 3 بوينتس خلاص، دي الديفولت ان انا اقدر ارسم بص اي 3 نقط كده. حلاوه الطريقه دي ان ايه؟ مش تفرق معاها لا فوق ولا تحت، ادي 3 بوينتس، اي 3 بوينت، ادي نقطه، ادي الثانيه وليكن الثانيه هنا، وادي الثالثه، متفرقش معايا اي حاجه خالص. ايه تاني في الارك؟ ادي درو، ادي ارك، اقول له 3 بوينتس اتكلمنا عنها، ستارت وسنتر واند. طب بص كده، ستارت وسنتر واند، سنتر بدا ايه؟ يا دوبك يعكس الترتيب، سنتر وستارت واند. اقول له ادي السنتر، ادي الستارت، ادي الاند، بيعكس ترتيب بس وخلاص. عرفنا ليه؟ لان انا بقول ان هم يبقوا 5 طرق بس. ادي درو ارك تاني بقى. بعد كده بيقول لي ستارت وسنتر وانجل، ستارت وسنتر وانجل، ايه الفرق؟ اقول له ادي الستارت بتاعي اهو، فين السنتر؟ هقول له ادي السنتر بتاعه. بص بقى الانجل، بيقول لي انت عايز ترسم كير ارك لحد زاويه كام؟ هقول له مثلا زاويه 220، زاويه كذا، لحد بص زاويه 240، زاويه كذا، زاويه كذا، زاويه كذا، ابدا ادخله بس قيمه الزاويه، هرسم لحد هنا بس اهو، اقول له اخرج لحد هنا. يبقى ايه؟ ببدا ايه؟ ادخل له الزاويه بتاعته. هقول له تاني ارك درو ارك، اقول له ايه؟ ستارت، ستارت سنتر انجل، ستارت سنتر وانجل. هقول له ادي الستارت بتاعي، ادي السنتر بتاعي، ادي الانجل بتاعته وليكن 90 درجه، وابدا ارسم. تمام كده. هقول له تاني درو ارك ستارت وسنتر وانجل، ستارت سنتر انجل، حط لي 45 درجه، يبدا يرسم لك ارك لحد كام؟ 45 درجة. عايز اطوله بمزاجي بقى، ابدا ازود فيه زي ما انا عايز. تمام كده، تمام. هقول له درو تاني. بص كده احنا قلنا ستارت وسنتر وانجل، بص هنا ستارت واند وانجل، ستارت واند وانجل. هقول ده ستارت وادي الاند، فين الزاوية بتاعتك؟ عايزها كام؟ الانجل كام؟ اقول له 90 درجة، يبدا يرسمه لي انجل 90 درجة. تمام كده، تمام. هقول له تاني درو ارك، فين ستارت واند وانجل اتكلمنا عنها، في بص سنتر وستارت وانجل ما فرقتش، ادي سنتر وادي الستارت وادي الانجل بتاعت 90 درجة، او خليها 180 درجة، يبدأ يعمل لي 180 درجة، فرقش خالص، هو دوك بس ترتيب تغيير الترتيب. طب فاضل عندي حاجة بقى مهمة، ستارت وسنتر وايه؟ ولينز. ان انا اكون عارف ان انا عارف طول الكيرف، طول الكيرف الارك بتاع اللي احنا اتكلمنا عنه، اللينس بتاعي. يعني احنا لو عندنا اي ارك كده، ادي الارك، ادي السنتر بتاعه، وادي وليكن دي الستارت، ابقى عارف طول الارك ده كام، طول الارك. طبعا احنا كنا خدناها بتهيألي في الفيزياء، ان انا لو عندي اي خطين كده اسمي ده كده ار، الار بتاعها يبقى طول الارك اسمه ايه؟ ار في سيتا. هنا الزاويه سيتا، كنا دي الزاويه بتاعت اللي اسمها سيتا، سيتا، كنت بقول له ايه؟ ار في سيتا، اقدر ايه؟ اجيب اللي هو ايه؟ اللينس بتاعي، اللي هو طول
طول ال كورد، بس طبعا ديت ايه طريقة نادرة ما بتستخدم. واحنا قلنا ايه هنستخدم، هقول له درو ارك، هقول له ايه ستارت سنتر ريديوس، هقول له الستارت اد السنتر اد اللينس تول. عايز انا دخلت انجل، اقول له درو ارك، اقول له ارك، اقول له ايه، اقول له ستارت سنتر لينس، ستارت سنتر لينس. عايز طوله قد ايه، طوله كام، هقول له مثلا وليكن 20، يبدأ يرسم لي لينس طوله ارك 20. عايز اقول له تاني ادي ستارت سنتر وادخل له، انا دخلت غلط معلش، ادي ارك، اقول له سبيسيفاي ستارت بوينت، اقول له ايه درو ارك ستارت ايه ستارت سنتر لينس، ادي ستارت ادي السنتر، فين اللينس، اقول له 50، يبدأ يرسم لي ارك طوله كام 50. بس عيب الاوتوكاد ان هو ما بيجيبش طول الارك بالظبط، لو بصينا على الارك لين ما بيجيبوش 50 بالظبط، لازم 50 وي. ده عيب في الاوتوكاد، مش عارف له سبب الصراحه، ان هو بيجيب طول الارك ما بيجيبوش بالظبط، بيجيبوا لك واق حاجه وكسر. يبقى كده قدرنا ايه نتكلم ورسمنا ادي ستارت وسنتر واند وكل حاجه. ستارت طب سنتر وستارت ولينس، ادي السنتر ادي ستارت ادي اللينس، دخله عايز طول مثلا في حدود 90، يبدأ يرسم لك طول ارك 90. تمام كده، تمام. دي كلها طرق ايه رسم ايه الارك. طب ايه تاني، قال لي في عندي ارك حاجه اسمها كونتينيوس، اقول له مثلا لو انا رسمت ارك كده بالشكل ده كده اي 3 بوينت، قلت له درو ارك كونتينيو، كله مستمر، ابدا ارسم ايه ارك ايه مستمر وهكذا، اقول له كونتينيو، افضل اشتغل ايه على الارك بتاعي، اقول له درو ارك كونتينيو مستمر، يبدأ يكمل على طول فيه. تمام كده، تمام. طب بستخدم الارك ايش تاني؟ احنا مثلا في البتوع المعماري بيرسم بيه رمز الباب، انا مثلا لو عندي باب 90 في 90، وانا مثلا مش اطلع لفوق 90 90، فبقول له ايه ارسم لي باب بالشكل ده كده 90 90، اقول له بس هرسم لي باب، هقول له ايه، هقول لي هنا رمز الباب عندنا ازاي، هقول له درو ارك، هقول له مثلا الستارت وسنتر واند، مثلا ادي الستارت ادي السنتر ادي الاند، بس ده رمز الباب عندنا على طول، ارجع واخده كوبي، اقول له سي او، واقدر اعمل منه اكتر من نسخه، ابدا احطها في الشكل موجود عندي في ايه في الشكل ده، رمز ايه السيمبل رمز بتاعي بتاع ايه بتاع الباب كده. يعتبر الحمد لله في الله كده غطينا الارك بتاعنا، غطينا ايه الارك. طب حاجة مهمة كمان كنا عايزين نقولها ولا ايه، حاجة مهمة ليكن كده construction line، هقول له bisect angle the vertex، هقول له start و the end و ابدأ، هقول له مثلا ارسم لي draw arc، هقول له ايه start و center و end، مثلا start و center و direction، ادي start ادي end، فين ال direction بتاعك، ادي ال direction بتاعي. عايز تعمل arc، بيقولك ايه عايز تعمل arc في انهي اتجاه، هنا ولا هنا، هقول له مثلا في الناحية دي عاجبني كده، اقول له تمام كده. ارك تاني اقول له ادي ستارت ادي انت، فين الدايركشن بتاعك، ده كده بيعمل الديفولت دايما كده، اقول له درو ارك ستارت و اند و دايركشن، ادي ستارت ادي الانت، ادي الدايركشن بتاعي عليكم كده. تمام 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 كده، تمام الحمد لله كده الارك كده، ويعتبر قلنا كده خلاص كل اللي في الارك كده الحمد لله. نبص تاني على الارك تاني كده، درو ارك 3 بوينتس ده الديفولت بتاعنا واتكلمنا عنه، ستارت وسنتر واند عرفنا اهم حاجه عندي ان انا عارف ان اتجاه عكس عارف ساعه واتجاه الديفولت، ستارت وسنتر وانجل اتكلمنا، واللينس اتكلمنا، كل ده اتكلمنا عنه، وكونتينيو اتكلمنا عنه. تالت حاجه بقى في الكيرفز اللي انا كنت عايز اتكلم عليها مهمه، ايه هي؟ هنتكلم عنها. قال لي ان انا عايز اتكلم على الاليبس. ايه الاليبس؟ قال لي الاليبس بتاعي شكل بيضاوي، قال لي ان انا لو بصيت عندي للسيركل، هو النص القطر بتاعها ثابت على طول السيركل، نص القطر بتاعها ثابت على طول السيركل، الارك جزء من سيركل. طب انا لو عايز ارسم حاجه بالشكل ده بيضاوي بقى، لا ايه تو ميجر اكسر وميرر اكسر مينر اكسس، تاكل الميجر
ده كده المينر. الميجر اكسس يعني لها ايه، لها محورين والاثنين لهم ابعاد مختلفه، اما ده هو محور واحد وثابت على طول الدايره وهكذا في الارك. طب هنا ده انا عايز بقى محورين، يعني ايه افهم اكتر؟ لو انا عندي مستطيل بالشكل ده كده، طبعا عمري ما اعرف ارسم دايره تمس المستطيل الاربع نقط بتاع المستطيل، انا عندي بس تمس ثلاث نقط. طب اعمل ايه، اتصرف اعمل ايه؟ عندي حاجه اسمها ايه، امر اسمه اليبس. الاليبس اختصاره ايه، اي ال انتر الاليبس بتاعي. بيقول لي حدد لي، بص كده، سبيسيفاي اكسس اند بوينت، يعني حدد لي نقط النهايه بتاع ايه، بتاع الاليبس. ادي اول، هقول له ادي اول اكس عندك، ادي اول اكس. طب فين الاكس الثاني، هقول له ادي الثاني اكس عندك، راح جاي على طول ايه، رسم الاليبس بتاعي. طب تمام، ابدا ابص على درو، هقول له اليبس. بص بيقول لي ايه في الاليبس، الاليبس بيقول لك ايه، سنتر. يعني ايه؟ بيقول لك دخل لي السنتر بتاع الاليبس. هقول له ماشي، هقول له باستخدام السنتر، فين السنتر بتاعك؟ هقول له ادي السنتر بتاعي، هو سنتر المستطيل، ادي السنتر، حددت له السنتر. بعد كده بيقول لك ايه، سبيسيفاي اند بوينتس اوف اكسس، هو خلاص تحدد له النقطتين بقى، ادي نقطه وادي الثانيه، يبدا يرسم على طول الاليبس. يبقى اول طريقه باستخدام الاليبس ان انا ادخله ايه، ادخله الميجر اكسس والمينر اكسس. يعني ايه، راح جاي هو اول طريقه، راح جاي مدخله الطول ده كله، ادي نقطه والنقطه دي، يروح جاي هو واخد الطول بتاع الميجر اكسس والمينر اكسس، راح جاي مدخله الطول ده كله، يبدا ياخد لي المينر اكسس. طب تاني حاجه ان انا اكون عارف السنتر بتاعي فين، وراح جاي مدخله النقطتين بقى بتوع الفاضلين بتوع الميجر والمينر، يبدا يرسم هو ايه، الاليبس. تمام كده، تمام. طب ايه تاني؟ قال لي تالت طريقه مهمه عندي في الاليبس، اقول له درو اليبس. بص كده، حاجه اسمها ايه، اكسس، طبعا اكسس واند، ما هي يعتبر اول طريقه اللي احنا اتكلمنا عنها، الاكسس بتاع الاندات. اقول لي حدد لي سبيسيفاي اند اكسس بتاع الاكسس، ادي الاند ساين، فين الاند التاني، اهو يبدا يرسم. دي اول طريقه اللي احنا اتكلمنا عنها. اخر طريقه بقى مهمه في الاليبس هي قال لي استخدام الارك. ايه الارك ده؟ بيقول لي حدد لي اول حاجه سبيسيفاي اكسس اند بوينتس، ادي اقول له ايه، ادي الاند بوينتس، ادي الاند بوينتس. تمام، ايه الفرق بقى؟ لسه ما زلنا احنا جوه الامر. بيقول لي، بيقول لي سبيسيفاي ستارت انجل، يعني ايه؟ بيقول لك حدد لي بدايه الانجل، عايز ترسم الاليبس ده لحد فين؟ كاني بالظبط بتكلم على الارك، ده اول نقطه. ابدا ارسم بقى، اختار انا بقى ابدا ارسم الانجل بتاعتي زي ما انا عايز. عايز الاليبس لحد زاويه 90، هقول له مثلا دخله لي لحد زاويه 90، ارسم لي الاليبس لحد زاويه 90. عايز اكمل 180، اكمل 180، 360، اكمل ايه؟ 360. اتفهمت حكايه الارك دي في الاليبس وكده؟ تمام. طب بص، انا لو جيت اجرب ارسم اليبس كده بره كده، ادي الاليبس، ادي اول نقطه، بقول لك ايه، حدد لي الاند بوينت، ادي حددت له مثلا قلت له ده الميجر اكسس. طب المينر اكسس، بص كده ايه اللي بيحصل، ان انا عندي المينر اكسس اللي هو الضلع الصغير بتاعه عمودي على الميجر اكسس. فطول ما انا بص بحدد انا الزاويه، بدخله انا الزاويه، دي زاويه كام، دي زاويه كام، دي زاويه كام، طول كذا، الزاويه 270، وطول كذا، زاويه كذا، زاويه 300، زاويه 60، لحد زاويه 90، يبقى عمودي عليه. زاويه 90 يبقى كده عمودي عليه. زاويه 0 120 0، ادخل له، ابدا ادخل له قيمه الزاويه، وابدا ايه، اقدر ارسم الاليبس بتاعي. طبعا انا لو دخلت له الاكسين قد بعض، طبعا على طول هيفهم على طول ان دي دايره. دخلت له بيقول لك ايه، حدد لي اند بوينتس، هقول له مثلا 200، اذر اند بوينتس، هقول له 200، هيبدا يرسم لي ايه، يرسم لي دايره، هيبدا يرسم لي شكل ايه، دايره. ازاي يعني؟ اقول له مثلا خليك في سيركل هنا، ايه، خليها مثلا نص القطر بتاعها 500 اهي مثلا. هيقول لي مثلا حدد، اقول له اليبس، هيقول لي فين حدد لي الاكسس بتاعتي، اقول له ادي اول نقطه وادي تاني نقطه، هقول له بعد كده، هقول لي فين المينر اكسس. بص لو دخلت له نفس القيمه اللي هي 500، هيبدا يعمل لي ايه، دايره مش اليبس. قللت القيمه دي، حولته لايه، لاليبس. غيرت الزاويه بتاعتي، يبقى ايه، حولته لايه، لاليبس. ايه تاني موجود في الاليبس، اقول له درو اليبس. بص كده، هقول له مثلا بالسنتر، مثلا ادي السنتر بتاعه، اقول له هنا، بيقول لي حدد لي اند بوينتس، ادي اول اند. بص كده في اختيار كمان، احنا قلنا ايه، انه ايه اسمه ايه، روتيشن، يعني الدوران. هيقول لي انت عايز تعمل دوران كام، هقول له بزاويه 180 مثلا، يروح جاي ايه، رسمه لي 180 درجه. لو غيرت الزاويه بتاعتي، اقول له اليبس، حدد لي الاندس، او ادي اول ميجر اكسس، اقول له ايه، روتيشن، خليه لي بزاويه 90 درجه، يبدا يعمل له لي، اخد اقول له اليبس تاني، اليبس، حدد لي اند بوينتس، ادي اول اند بوينتس. بعد كده هقول له ايه، روتيشن، يقول لي حدد لي روتيشن ميجر اكسس، عايز يعمل بزاويه كام، هقول له بزاويه مثلا 80 درجه، 80، يقول لي راجع رسمه على طول، سبيسيفاي ستارت انجل،
لو انا عايز اعمل انجل طبعا زي ما اتكلمنا احوله اخد نص ولا تلات ارباع مثلا، اقول له ستارت انجل خليها لي هنا مثلا. عايز تعمل بزاويه كام زي ما اتفقنا، عايز اخليها 360 درجه، يبدا يرسم هون. يبقى قدرنا نفهم ايه الفرق، عرفنا ازاي ايه الاليبس ده لازمته ايه، واقدر اعمل بايه ادي الاليبس. وده كان كل كلامنا عن الاليبس. اختصار الاليبس طبعا اي ال انتر، وادي الشكل بتاعه هنا اهو، ادي الاليبس اول ما اضغط عليه ده اول حاجه يقول لي اختار لي الميجر اكسس وادي المينر اكسس، ابدا ارسم ايه الاليبس بتاعي. تمام كده يا جماعه؟ تمام. ايه تاني كنا عايزين نتكلم عنه؟ كده يعتبر الاليبس خلص الحمد لله. لو بصينا تاني ادي كده، بعد كده هقول له روتيشن، لو عايز احدد الديستانس اوف اذر هقول له ادي الديستانس توي، راح جاي ايه رسم لي الزاوية بتاعتي. تمام كده. الحمد لله رب العالمين. انا بسم الله كده خلصنا قائمة درو. كده اتكلمنا الحمد لله عن اللاين الري كونستراكشن، لاين المالتي لاين البولي لاين، اتكلمنا عن الارك السيركل الاس بي لاين الاليبس. كده ما فضلناش غير حاجات شويه، حاجات بسيطه جدا وهي يعتبر اجزاء من الدايره. نتكلم عنهم دلوقتي. قلنا خلال المحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم عن، هي دي يعتبر يعني ايه، يعني لو بصينا على البوليجن ده شكل مضلع، ده بيترسم جوه دايره. لو بصينا على الدوناتس عباره عن ايه، عباره عن دايرتين في بعض. لو بصينا على البوينت عباره عن دايره. البوينت نخليهم في ايه، في المحاضره الجايه لوحدهم مع بعض، مع الريجن واللايت كلاوند والريفيجن كلاوند، نتكلم عن ده كله. والباوندري ونتكلم عن البوينت، ونتكلم عن الارك، ونتكلم عن الدونات، ونتكلم عن الايه على البوليجن ان شاء الله تعالى. نكتفي لحد هنا كده باذن الله، ويا رب تكونوا استفدتوا باذن الله بالمحاضره دي، وان شاء الله المحاضره الجايه. ويا ريت لو في اي انتقاد او اي حاجه، اي كومنت او اي حاجه تعرفوني بيه، عشان نبدا نقدر نحسن في الفيديو الجاي من الاداء باذن الله تعالى. شكرا. History to research, and the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans, and Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. Yes, miss. So, Serene, yes, you get the Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? A thousand wasted years. A black hole in history. Am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume. It was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no, 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 no. Go on, Biofri. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could
Follow me. I've got just the book for you. Excuse me, where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it round here somewhere. Ah! Here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff! He did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah! My back! Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use
catgut. Catgut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Mariam Al Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. Yeah, that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Well, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait! Whoa! Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, Miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, Miss, that's not strictly true.